السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا نموذج إجابة المعلم كان عامل 10 أسئلة اختيار متعدد وكل إجابتهم كانت ألف. طيب عندنا الطالب الأول كان مجاوب كل الإجابات برضو في ال10 أسئلة ألف، بس كان مجاوب في نفس الوقت جيم. وعندنا الطالب الثاني كان نفس الحالة، مختار أكتر من إجابة. بما إن كراسة المعلم كان كل اختياراته ألف، فالطالب ده لما نصحه على الجهاز هياخد 0 من 10. ليه؟ لأنه مختار أكتر من إجابة، والطالب ده لو صححناه برضه هياخد 0 من 10. طيب تعالى كده نجرب الكوريكتور اللي معانا ونصحح الورق ده على الجهاز عملي ونشوف النتيجة النهائية. هنستخدم الكوريكتور مع الطالب التاني إن إحنا نلغي الإجابات الموجودة في العمود جيم. ده المزيل أو الكوريكتور اللي إحنا بنعتمده واللي هيكون بيستخدم معانا لتصحيح الأخطاء. هو عبارة عن كوريكتور بس اسمه شريط كوريكتور أو شريط مزيل. ممكن نفتحه كده مع بعض ونعرف إزاي نستخدمه. هو شكله طبيعي جدا، كل الموضوع نبقى ليه غطاء كده أو ممكن ما تلاقيش ليه غطاء. بنفتح الغطاء ونبدأ على طول نسحب بيه على الإجابات. ممكن كده نتفرج عليه مع بعض إزاي في كراسة الطالب التاني نستخدم المزيل ده. زي ما أنت شايف بتقف كده على أول الصف وتبدأ تسحب علشان تخبي الإجابة بتاعتك، بس طبعا بيكون ليه اتجاه، خلي بالك من قصة الاتجاه. كويس، ممكن نسحب على طول خط مستقيم مفيش مشكلة. زي ما انت شايف ان انا قدرت ان انا ازيل كل الاجابات بتاعتي، واتاكد ان انا مزيلها كويس لان الجزء فيه بعض الاجابات كده مش موجوده مظبوطه، نضيف عليها وبرده فوق في حاجات مش مظبوطه، نضغط ونسحب. الجزء الاخير اخر دايره برده فيها جزء باين، يعني خلي بالك لازم تغطي الدايره بشكل كامل. تمام، وبرضه في رقم 2 جزء مش باين. تمام جدا. لو جينا بقى بصينا وحطيت، انت اصلا جيت لمست كده بصبعك مكان الكوريكتور هتحس ان هو شريط ابيض خفيف جدا كانه اصلا مش موجود، وبالتالي الشريط الابيض الخفيف ده عمره ما يعمل مشاكل داخل الاجهزه، وبالتالي هو ده اللي احنا بنعتمد عليه. طيب ممكن نجرب كده نستخدم الشريط مره تانية ونحطه مثلا على، علشان برضو ناكد الموضوع. انت مثلا عايز تستخدمه في اي حاجه تانية ممكن نستخدمه هنا في اي مكان تاني ونتفرج عليه، كده كده مش هيعمل اي مشكله. تمام جدا، شايف كده كل ما تستخدمه طبعا هتجيد استخدامه. هنصح بقى دلوقتي عملي ونتفرج على النتيجه النهائيه. ما ننساش ده اسمه شريط كوريكتور اهو، وشفت نظام شغله ونظام عمله اهو، وان انت بتحط بس كده وتسحب، ما تستخدمش المزيل اللي بيكون سائل من فضلك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نبدا بقى عمليه التصحيح بان احنا نعرف الجهاز على نموذج اجابه المعلم. اتفضل يا استاذ محمد، حط نموذج اجابه المعلم بس. اول ورقه فقط يا محمد. ماشي. يلا يا صابر اتفضلي. الجهاز بيقول لي ان ده نموذج كابتن المعلم وما عطلهوش سيريال نمبر، قال لي اس 1 وعارف ان هو فيه 10 اسئله. نحط بقى نموذج اجابه الطالبين. الطالب اتفضل، الطالب اللي هو كان مش بيستخدم الكوريكتور والطالب اللي استخدم الكوريكتور. لو جينا بصينا كده على الطالب الاول اللي هو كان مش مستخدم الكوريكتور، ده اجابته الجهاز عطله ايه؟ توتال سكور 0. لو جينا بقى بصينا على الطالب التاني اللي استخدم شريط الكوريكتور بنلاقي نتيجة الطالب كام؟ 10 من 10. يعني الجهاز لما استخدمت معاه النوع ده من الكوريكتور خلاص مفيش أي مشكلة حصلت وعطل الطالب حقه كاملا. تاني الطالب اللي ما استخدمش الكوريكتور أهو والطالب اللي استخدم الكوريكتور، ده خد 0 من 10 والطالب اللي استخدم الكوريكتور خد 10 من 10.